مزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رامي زهدي رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بمركز العرب. أستاذ رامي، بعد التحية، يعني نتحدث عن الخطوط العريضة لهذه القمة. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت التزامها بتقديم 55 مليار دولار للقارة الأفريقية خلال السنوات الثلاثة المقبلة. كيف ترى الاهتمام الأمريكي بأفريقيا في هذا التوقيت، وما مدى نجاح القمة على المستوى السياسي؟ أعتقد بأن القمة الأمريكية الأفريقية التي تعقد للمرة الثانية بعد 8 أعوام منذ انعقاد الأولى في العام 14 تأتي في ظروف مغايرة. ربما أفريقيا تدخل الآن التفاوض بظروف أقوى، لأن الاحتياج الأمريكي الآن للقارة الأفريقية مضاعف، وربما لا تجد الولايات المتحدة الأمريكية الآن بديلا عن القارة الأفريقية، بينما تجد القارة الأفريقية أدوار مرجحة كبديل للدور الأمريكي وإن كانت أقل. هذا ما ينعكس في أن جدية الولايات المتحدة الأمريكية في التعاطي هذه المرة وفي التحول من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي هو أمر يعني واقع لا محالة أكثر من ذي قبل، لأن الاهتمام والاحتياج مشترك وبدرجة كبيرة ما بين يعني الطرفين. صحيح. طب أستاذ رامي، ويعني التوجه الأمريكي نحو القارة الأفريقية في خلال الفترة المقبلة، كيف سيكون شكل هذا التوجه وشكل هذا التعاون مع القارة الأفريقية ودول القارة الأفريقية؟ أفترض بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد هيكلة أدوارها في القارة الأفريقية، تستهدف مزيدا من يعني الثقة لدى الشعوب الأفريقية. الشعوب الأفريقية على مدار فترات طويلة كانت تفتقد أو لا يتوفر لها الثقة الكافية في الدور الإيجابي للولايات المتحدة الأمريكية. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تخاطب جهود التنمية، تحاول أن تدعم أدوات التنمية لدى الدول الأفريقية فيما يتمثل في تمويل أو إقراض أو استثمار مباشر أو غير مباشر، ودعم عسكري ودعم استخباراتي ودعم أمني ودعم معلوماتي ونقل خبرات والدعم في مجال مواجهة التغيرات المناخية. كلها أمور تحتك وبشكل مباشر مع المواطن الأفريقي نفسه، وبالتالي هو الآن سوف يثق أكثر في الولايات المتحدة الأمريكية التي الآن وهي تتنافس مع العالم كله على إيجاد موطئ قدم في القارة الأفريقية. أصبحت الأمور أو الدرجة الأكبر سوف تكون للأكثر جدية وأكثر تنفيذا على الأرض للتعهدات. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ رامي زهدي رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بمركز العرب.